عسلامة. عسلامة. لاباس. الحمد لله. أتمنى روحك. محمد بن حمدية. مرحبا. احنا مسيو اليوم باش نحكيو على المخدرات في تونس وخارج تونس، خاصة أنت معناها كنت مقيم بالخارج. صحيح. هذه رسالة سيد الرئيس. جيت بالذمة نحب نوصل الميساج اللي هو إن شاء الله توصل له. سيد الرئيس رانا نحبوك ورانا معاك والشعب الكل معاك يا سيد الرئيس. بجاء ربي يا سيد الرئيس، تونس تونس الكبرى، ما نحكوش على الداخل، تونس الكبرى راهي غارقة بالمخدرات. شباب ضاع، شباب الحق ضاع. أنا واحد من الناس عندي صافية رواس ومال، إني خرجت من الموضوع هذاك والحمد لله. خرجت بدي كيف الناس، دخلت في المخدرات لين تعبت، تعبت دارنا. اي وصلت للمرحله هذيك. تستهلكها؟ اكيد، وبالرغم قهوتي واموري واضحه وكذا، تحت في بياج خايب. تحت في بياج الادمان خلينا نقول. اي انا مازلت بروبر توا نظيف، ميم تو خرجت عندي صافي دو جور. انا يومين ملي لاباس. سيد الرئيس نتمناك كون بحزمة أمور المخدرات، وقف على المطارات وقف على برات، يهديك يا سيد الرئيس. راهو شبابنا تاع الثورة التو اللي عمره 10 سنين، تو عمره 20 سنة يا سيد الرئيس. راهو الشعب الكل مشى. خليني أحكي، لو كنت حكينا على بداية الإدمان متاعك كيفاش؟ والله كيفاش من الخارج ولا من هنا؟ أي في الخارج عندي 5 تحديدا مسيو أنت بروكسل في بلجيكا، موجود كل شيء، حليب الغولة بحذايا، جامي توشيت وجامي عملت حتى شيء. أنا جيت الوالدة بحذايا تبهرت في رمضان، صخايبني معناها أنا قاعد نشرب وقاعد نعمل فيهم. المشكلة في تونس، أنا طحت في بيش في تونس، عملت بروجي وحبيت نسترزق كذا، من بعد دخلت في بيش خايب. أنت كنت مقيم في بلجيكا؟ ايوه. بعد رجعت لتونس على اساس انك ما عادش باش ترجع لبلجيكا وتبقى تستقر هنا في بلادك. لكن توا نورمالمون السيف هذايا باش نمشي على روحي. باهي. عملت البروجي نتاعك هنا في تونس كل شيء، وقتها تحط في البياج. تحط في البياج هذاك. كيفاش تحط؟ احكينا على البدايه. الله غالب، جاتني عبيد مع انا في سيتياسيون خايبه، جاتني بيريود خايبه، ديبريميت. لقيت الناس قدامي موجود كل شيء عندها، علاش قلت لك تونس الكبرى؟ تونس الكبرى معناها بمنوبه بريانه بن عروس تونس العاصمه. المخدرات كما نقولوا على عجله. يا سيد الرئيس قم بحزم، وقف على الشيء هذا، سيرتو السوبيتكس، سيرتو السوبيتكس، تروفوا نعاودها، سيرتو السوبيتكس ماهيش موجوده، لا هي معناها ما تجي كان في الديوانه. فيق شوية سيد الرئيس، وقف على المطار وعلى البرط. كنت تزرق أنت مسوى؟ والله عملتهم الكل يا مدام، عملتهم الكل والحمد لله. الكل مثليش، أنا الحقيقة ما عنديش معرفة كبيرة بالعالم هذا. نعمل ببليسيتي، عملتهم الكل، توا خرجت منها الحمد لله. كيفاش خرجت؟ أنا قلت لك عملت رأس ومان ما بين كلينيك وما بين ثم سونتر في جبل جلود. ثم سونتر؟ ثم سونتر. نعرفوا انه فما سونتر في صفاق السكر. لا صفاق السكر، ثم في جبل الوسط ثم سونتر، لكن مش الناس الكل تجي ويختاروا فيهم بالوجوه بالمعارف. فيش يختاروا فيهم؟ اكيد. اي انا جا مركز معناه للمدمنين، اي انسان مدمن يمشي باش يعالج. هو تونسي ودولي ومام معناه تابع لوزاره الصحه، يقبل الناس بار كما نقولوا بالوجوه. ماهوش هو صغير خاطر هذول ياخذ فيهم فمني كعبتين وكعبه بالوجوه. انا مازلت كي خرجت صافي دو جور، فهمتني؟ والحمد لله بقيت في المركز راس ومال، وكنت نزيد جمعتين، مي انا كي قريت روحي صافا خرجت. خدت روحك الحمد لله في الاخر دقيقه 90. والشيء اللي غاضتني انا 15 سنه غربه ما عملتش غاديك في كوبري، دخلت في حيط بلادنا راهي مشات بالمخدرات يا سيدي الرئيس. بربي 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 بربي، وبار القرض اللي تمشي عليه، وبار معناها المينستير الايطاليان اي جاتك، وبار كل شيء. فيق شوي لحوم شعبيه، فيق ما تضرهمش. صحيح على السيد الرئيس، حس بهم راهو شباب ماشي وطايح، ماشي وطايح.
ماني من الاول يعني ما كنتش تعرف روحك انك وصلت لمرحله الادمان. ما اني قلت لك انا كي حليت بروجي انا جا ما عندي صافي 15 عديت غربه روحت لا مونتاليتي دو موا باس با افيك فو تعادت لي موا 8 موا نو سافا قلت سي بون يا جو في غاستي سا. ومن بعد طحت في بيس خايب بالحق طحت في بيس خايب وليت فهمني داخل في حيط غرقت ومن بعد سبحان الله ربي ورضيت والدين راني قلت لك انا عديت 3 سمان يعلم ربي الحمد لله ونحمد ربي توا صيي نهائيا صيي الحمد لله هكا ان شاء الله شوف وان شاء الله ربي يفرج على كل مؤمن واللي موجودين الداخل والبرة اللي موجودين البرة ان شاء الله ربي معاهم. تحكينا على المدمنين الموجودين في المركز معناها العدد نتاعهم برشا. هو المركز من احسن المراكز في تونس. مركز وحيد معناها. المركز الوحيد هي نتمنى من السيد الرئيس يعمل 3 ولا 4 ولا 5 مراكز باش يصلح شويه الشباب، شباب نضع صدقني باش نزل مرايات. صدقني شباب نضع. راهي الحوام الكبيرة نتاع تونس العاصمة مشات بربي يا سيد الرئيس هذه رسالة ليك أنا راني تكلمت بكري في 9 وجيت توا ليكم أنتم فهمني بربي يا سيد الرئيس كون بحزم في المطارات وكون الحزم وكون فايق شوية للشباب راهو هو اللي باش يدز البلاد راهو شبابنا بالحق في الحوام الشعبية ميت حي بربي فيق بهم أنا واحد من الناس راني يمكن غدا بعد غدا نرجع لروحي نمشي لاوروبا صحي معناها جاء في مخي باش نمشي باش نرجع فهمني جاء سجور في جيبي انا نوريها لك معناها وماتت لي نو ما يسالش نوري لك ستا ميساج بور مون بريزيدون لازم يكون بحزم يا مدام هذه كارتها ب 10 سنين هبطت بعد الثوره فرحت في بلادي في بالي باش نستقر في بلادي وخليت خواتي زوز لبرا فهمت أنا جو سوي رجليا أبلجيك. أنت اليوم ترى إنه وضعية الشباب خطيرة برشا بسبب المخدرة. برشا يا مادموزيل وهذا سي ميساج دو مون بريزيدون. لازم يفيق شوية ناحية العلاقات المالية ومانيش عارف يفيق شوية على المخدرات، لازم يحل عينه على المطارات وعلى البرات. فهمتني؟ راهو شبابنا ضاع. انا نحكي لك عمري 40 سنه تو معادي 15 سنه جامي جو سوي بروبر معناها راني فيف غادي تعطيت لهنا كان في بلادي وقت لي في بلادي في بالي باش نرتاح فهمني الحوم الشعبيه بتاع تونس الكبرى راهي تعاني سامحني باش نسالك على تقييمك للعلاج اللي تلقيته في المركز يخدموا بخدمه على العال هذا ستان والله العظيم بالستاف كامل يخدموا بقلب ورب وباهي هذا مي المشكله تونس كبيره عندنا واحد بركه سونتر يعني ما يكفيش انه يهز برشا مدمنين يختاروا فيهم بالوجوه وانسانات بروبر معناها حتى هو وديزوم معناها عالين شويه قليل الزوالي اللي باش يدخل مي ثم ناس برشا تحب تمشي له السونتر ما يدخلوهمش علاش؟ تونس كبيرة عدد محدود هذيك اللي تغيظك وتالمون أنا خرجت البارح ما عنديش برشا ثم دي بلج جايين مع حقوقيين باش يشوفوا السونتر هذا بتاع جبل الوسط اللي يخدم في خدمة جبارة للناس نتمنى من السيد الرئيس يحل زوز ولا 3 أخرين نتمنى من السيد الرئيس يا سيد الرئيس نتمنى منك حل زوز 3-4 سنتر للعباد راي وشبابنا بالحق انا نحكي لك عمري 40 يعني مش نحكي كيف تنصح الشباب مسوك في كلمه اخيره عمري ما ننصحهم بخاطر زي ننصحهم باش يخرجوا منه الموضوع هذا هما ديبريميم البضع حاطين كان الحرقه والبحر والدنيا والشيخه وغايبه لهم معناها بلادنا هابتا شيت فيق سيد الرئيس على المطارات وعلى البرد شكرا